اهلا بيكم مره اخرى مشاهدينا في هذا الصباح وتاني حواراتنا. ولكن عندنا تقرير في الاول. طبعا احنا شايفين المشهد السياسي في هذه الفتره بيتسم بالحساسيه الشديده والتعقيد. هناك فريق مؤيد لرئيس مرسي وسياسات الحكومه، وهناك فريق اخر معارض وبيطالب برحيل الرئيس مرسي. ولكن بين هذا وهذا هناك مبادرات كثيرة وعديدة للحوار، سواء من مؤسسة الرئاسة أو من وزارة الدفاع. يعني هناك مبادرات كثيرة بتطالب بإيجاد صيغة توافقية ومصالحة حقيقية قبل مظاهرات 30 من يونيو القادم. سنتحدث عن هذه المبادرات وغيرها والسيناريو المتوقع في 30 من يونيو، لكن بعد أن نتابع هذا التقرير. حالة من المصري بعد إعلان الرئيس محمد مرسي إجراء تعديل وزاري وتغيير لعدد من المحافظين. الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أكد أن التعديلات الوزارية المرتقبة سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل، موضحا أن المشاورات حول التعديل الوزاري لا تزال مستمرة، مشيرا إلى أن كل ما يثار في وسائل الإعلام عن تولي شخصيات بعينها لحقائب وزارية في التعديل الوزاري المرتقب ما هي إلا تكهنات صحفية وليست حقيقة، موضحا أنه لم يتم حتى الآن تحديد الحقائب الوزارية التي سيتم تغييرها. وزارة العدل من الحقائب المؤكد تغييرها بعد الاستقالة التي تقدم بها الوزير المستشار أحمد مكي، لكن السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أكد أن الحكومة طلبت منه الاستمرار في أداء مهامه لحين تكليف وزير جديد ضمن التعديل الوزاري المرتقب. وقالت جبهة الإنقاذ من جانبها إن موقفها من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة لم يتغير، وهو المقاطعة إلا إذا تحققت الشروط اللازمة لنزاهة هذه الانتخابات، فموقفها من المشاركة ما زال مرتبطا بوجود حكومة محايدة مطالبة بضرورة تغيير وزراء العدل والداخلية والشباب لضمان نزاهة الانتخابات. أما المواطن البسيط فيتطلع لحكومة تلبي متطلباته اليومية في ظل أزمة اقتصادية طاحنة وانفلات أمني وغياب للعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى معاناته اليومية مع أزمة المرور ومشكلة النظافة التي يبدو أنها مستعصية على الحل. ومعنا في هذه الوقفة الحوارية المستشار عماد أبو باشا رئيس الجمعية المصرية العربية لحقوق الإنسان. صباح الخير سيادة المستشار. أيضا أرحب بالأستاذ أشرف بارومة رئيس حزب مصر للكيان. صباح الخير يا أستاذ أشرف. أستاذ أشرف، يعني أبدأ معاك، ويعني يمكن أقرب مبادرة هي المبادرة اللي قام بها وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي، ويعني رد فعلك على هذه المبادرة والتي جاءت خلال خطاب تحدث فيه كثيرا عن الشأن الداخلي. والله طبعا بحييكم وصباح الخير على الشعب المصري كله. اهلا بيك. والله هي المبادره بتاعت الفريع فتح هي فرصه، لازم مبادره، يعني ان المعارضه والموجودين في الحكم ان هم يحاولوا يلموا نفسهم قبل ما يتشهر. احنا من جانبنا احنا اعلنا امبارح الحمد لله انشانا الاتحاد الوطني على اساس يجمع كل المعارضه كلها في بوتقه واحده، ونقعد نتكلم مع بعض على كتير حتى يوم الجمعه ويوم السبت، ونطلع بتوصيه نقدر بيها نتفاوض مع مؤسسه الرئاسه او قبل ما نوصل يوم 30/6 وندخل في المشكله الكبيره دي، وبنحاول شغالين عليها ليل ونهار، وربنا ان شاء الله يوفقنا ونوصل لحل. يعني في نيه للحوار، لان دائما ما يعني تتهم المعارضه بانها لن تلجا الى الحوار ان الموضوع محسوم. بص حضرتك المعارضه أو لا تملك، مش يعني ما عندهاش ميليشيات، ما عندهاش حاجه، اما المعارضه لا تملك غير الحوار، واي واحد سياسي لا يملك غير الحوار. فهو في النهاية احنا ماسكين الحوار 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 الحوار، محدش عايز دم، محدش عايز مشاكل، كل الناس مش عايز دم، لكن اذا الناس اضطرت لكده هتعمل ايه اكتر من كده يعني؟ في النهاية احنا بندور على حماية البلد. 30/6 لو ما حصلش فيه من هنا ل 30/6 اي تهدئة للاوضاع واي حلول تظهر على الساحة اعتقد هيبقى حلول مش كويس، واحنا مش عايزين كده ابدا. اي حد في مصر نقطة دم المصرية سواء من اي واحد او المواطن المصري عزيزة على الكل، يعني محدش عايز كده. كلنا مواطنين مصريين، محدش ضد حد، الاخوان المسلمين هم مواطنين مصريين، وهم طبعا كلنا بنحب المصريين، وهم ينضوي تحت الكلام ده، لكن في النهايه ده حكم بلد، المواطن امتحن في الشارع، الناس ضاقت زرعا بالكلام ده، ما عادش في مشاكل كتير جدا في الشارع، لازم نتدارك المشاكل دي باسرع وقت ممكن، لان اللي بنقدر نحله النهارده بواحد
وبنسيبه بالليل ما نقدرش نحل بواحد، بنبقى مضطرين نحل بعشرة. التأخر بنفس السياسة القديمة ودي اللي هيودينا في مشكلة وفي نفق، ربنا يسترها على مصر إن شاء الله. إن شاء الله. سيادة المستشار عماد أبو باشا رئيس الجمعية المصرية العربية لحقوق الإنسان، يعني عفوا البعض بيقول إن المؤسسة العسكرية يجب ألا تتدخل في السياسة، ولكن دورها بيقتصر على الحفاظ على الوطن وصيانة أراضيه. البعض الآخر بيقول إنها يجب أن تتدخل من أجل حماية الشعب. في رأي حضرتك كيف ترى ذلك؟ المؤسسة العسكرية ضاقت زرعا الأحداث اللي بتحصل، لأن في الآخر هي المؤسسة الوحيدة المحترمة المتماسكة في مصر. يعني ما عندناش حاجة تانية أو حد تاني، مع احترامي طبعا للشرطة كلها بكامل هيئاتها، بس المؤسسة الوحيدة المتماسكة والمحترمة، وطبعا شرطة محترمة برضه كل حاجة، بس المؤسسة الوحيدة المتماسكة حتى الآن هي القوات المسلحة، وهي هي هي حماية هي هي يعني أمن وأمان مصر كلها. يعني هو على فكره السيد فريق عبد الحسيسي قال قدامكم اسبوع تقعدوا مع بعض، لان احنا لن نقف مكتوف الايدي، لان حضرتك النهارده اما اقول لك ايه، الناس دول بتحضر ميليشيات ودول بيحضروا ميليشيات ودول بيحضروا سلاح، طب ما هم هيعملوا ايه؟ ما هم القوات المسلحه دول احنا هم الشعب ده منهم ابنائهم واخواتهم، لا يمكن ان ينحازوا الطرف على اخر يعني الجيش دائما على الحياد. فالراجل الحقيقه يعني قال يا جماعه يعني ايه، عاوز نفس على نفسه من حل، يعني عاوز يدي حل لنفسه في عبد الفتاح السيسي، لان قال شوفوا حل مع بعضيكم، اقعدوا مع بعضيكم وشوفوا حل، على اساس ان مصر تبقى ربنا يستر على مصر. يعني وهل تتوقع ان الفكره دي ممكن بالفعل تحقق، ولا ان الوقت قد فات وان في مشاكل كتيره وفي عمليه تصعيد حدثت خلال الفتره الاخيره تمنع موضوع الحوار؟ هو حضرتك في بعض الناس بس حضرتك ايه بيمنعوا الحوار. الحاجه الثانيه، الاستاذ الدكتور رئيس مرسي، انا نشدته اكثر من 50 مره، خد بالك بس، انا نرجع تاني شويه كده، الرئيس المخلوع تباطؤه في الحل وتباطؤه في وضع الحلول للشعب المصري هو اللي عمل في نفسه كده، ودي نفس السياسة المتبعة قديما. وانا شفت السيد رئيس مرسي قبل كده كذا مرة يسعى بالحوار، يسعى بحل الناس، خدي بالك حضرتك الشعب المصري طيب، من البعض ان الرئيس دعم الحوار اكثر منك، بس انت مش موضوع حوار، ما حضرتك حوار وانا هقعد معاكي في حوار غير مجدي، فانا مش هقعد معاكي. اذا كان انت بتعمل حوار النهارده وتاني يوم بتعمل حركه محافظين فيها 7 محافظين اخوان مسلمين وفيها محافظ بقى مش عارف لفين، طب ايه يعني ده استفزاز الناس؟ يعني حضرتك النهارده انا عاوز احل انا الشعب المصري يا جماعه عاوز بس السيد الرئيس يبتدي بخطوه ايجابيه، والناس كلها تقف جنبه على فكره. طب ما الناس وقفت جنبه كتير، يعني اللي انتخبه السيد الرئيس محمد مرسي قد جماعته المسلمين 4 مرات، يعني قد ضعفها 4 مرات انتخبوه. طب الناس دي مش جماعه اخوان مسلمين، انتخبوه ليه؟ عشان اولا عشان ما ينتخبوش في احمد شفيق، ثانيا هو واقفين جنبه يعني هم دول انتخبوه. طب هو وبعدين هو طلع قال يعني انا ماليش حقوق وماليش واجبات، انتوا اللي ليكوا حقوق عندي واجبات. طب يا سيدي ادي شويه حقوق للناس، بس الناس تحس حتى ان في الدنيا تبقى فيها انفراج يا جماعه، يعني مش معقول سنه ما حدش حاسس بحاجه خالص. مش معقول سنه النهارده حضرتك البنزين بقى البنزين 92 اللي مش موجود و25 كمان مش موجود. طب قولي لي بس يعني عاوز احل معاكي، طب تشوف انفراج عشان نحل. اول امبارح التلفزيون عندي كان عامل مشكله عشان مرتباته ما وصلتش في الشارع، طب قولي لي يعني مش يعني يا جماعه طب ادوني حل. ما هي الناس بالفعل زي ما حضرتك انا عاوز المس حاجه يا فندم، لازم يكون هناك حاجه ملموسه عشان الناس تبدا تحس ان الشخص للاسف كل مره خطوه ديتا ايرور ديتا ايرور ديتا ايرور. طب وبعدين؟ اتفضل يا استاذ ناصر. هو المشكله ببساطه الاخوان المسلمين ما كانوش جاهزين للسلطه، ولما مسكوا ما عندهمش كادر يدير الدوله. اداره الدوله مش موضوع بسيط، اداره الدوله دولة زي مصر. لا حضرتك مش كده يا استاذ، بعد حضرتك بس ان ثوره 25 يناير ما كانش ليها زعيم ولا قائد. هي دي مش مشكله، بالعكس لا مشكله، انت ثوره الشعب ما لهاش قياده، هو الشعب قائد الثوره. بس حضرتك انت عارف حضرتك عندنا لو كان عندنا قياده ساعتها كنا ممكن الكلام كان مختلف عن كده كتير. على كل حال هو النهارده عم بيتكلم في الواقع اللي حصل، ان هو ما عندهمش كوادر تدير الدوله، وهم يعني برضه معلش انتشاء السلطه هم بشر، خلينا نتكلم بامانه. يعني انا شخصيا اتهمهم اتهام مباشر بعدم المقدر، ليس الا عدم المقدر، وده اتهام مش بسيط كمان. فهو انتشاء السلطه خلاهم ان يبصوا لاهل الثقه اكتر من اهل الخبره في وقت
البلد مش محتاجه فيه الكلام ده. البلد مهلهله من قبل 25 يناير وجات احداث الثوره والسنه اللي عدت دي بهدلتها كتير. فهو يجب كان يجب عليهم من الاساس خلاص وصلوا للسلطه عن طريق رئيس وهم في برلمان او غيره. من يدير الدوله كحكومه لازم تكون ناس متمرسه، ناس عارفه بتدير الدوله ازاي، يعني عندها خبراتها عندها مقدره. لكن هم تناسوا الشيء دوت وقال لك لا مفيش داعي واعتمدوا على فلان وعلان. وطبعا حتى في التغييرات الوزاريه في اختيار، مع احترامنا الكامل للدكتور قنديل، احترامنا الكامل، انا عايز الراجل ده انا شخصيا من الاسبوع اللي فات وما ردش علينا مرتين تجاهلنا، دعيناه يدخل حزب مصر الكنانه، بعتنا له رسمي ادخل معانا حزب مصر الكنان عشان، وعملنا له روشته كده فيها خمس ست حلول سريعه لانقاذ الدوله، لان احنا عندنا برنامج، يعني حزب سياسي له دور، وما ردش علينا ورجعنا بعتنا له تاني وبرده ما ردش علينا. فحتى دي هم تكبروا ونشوة السلطه خلتهم ما يبصوش لاي حد خالص، حتى الرئيس مرسي لما كان بيعمل اجتماعات. طيب يعني حضرتك دلوقتي بتقول ان حضرتك دعيتوه لزياره حزب مصر الكنانه، ولكن ليه زي ما حضرتك قلت ان تم انشاء اتحاد للمعارضه علشان تقدروا تقعدوا وتجدوا الحلول قبل يوم 30؟ طيب ولكن دعوه الفريق اول عبد الفتاح السيسي كانت الحوار بين المعارضه والرئاسه، يعني كان لازم يبقى هناك سرعه في الوقت علشان نقدر نشوف هل هناك هيكون في فعلا حوار، وخاصه ان الرئيس مرسي غدا هيوجه خطاب للشعب المصري. جلسات وطلبات الحوار دي مش يعني الرئيس مرسي لما كان بيطلع الحوار انا كان بيدعي كل القوى السياسيه، ولما نروح نلاقي الموضوع قاصر على مجموعه صغيره جدا من الاحزاب وانتم عارفين تمثل مين. طب بقيه القوه دي ايه؟ عفوا في 80 90 حزب فاتحين، هم فاتحين بقى ليه؟ مش فاتحين احزاب سياسيه ورا منهم الناس وعندهم برامج؟ اقعد مع الكل واسمع من الكل، حوار يبقى حوار مع العموم. الرئيس كان موجه دعوه للكل بالفعل، لكن في احزاب كانت بتعتذر عن الحضور او لا تحضر الحوار. ليه؟ لان انت بتروح حتى لو دخلت وتحاورت واتكلمت في نهايه المطاف اللي بيطلع كلام مختلف، يعني كلامك ملوش اي لازمه. طب انا هروح مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه ومفيش اي نتيجه، اروح اعمل ايه بعد كده؟ معلش يعني. فلازم الاستجابه هم من شويه بقول لك انتشاء الصوت مخليهم مش شايفين حد، ودي مشكله. انا بشفق عليهم بامان، لان في النهايه بلدنا اللي ضاعت، هم الاخوان المسلمين يبقوا في السلطه يمشوا للسلطه، الموضوع ما يهمناش ابدا، ما يهمناش ابدا. ولا احنا ضد، انا شخصيا مش ضد اي حد فيهم على الاطلاق، ولا فيني بينهم غير ان هم مصريين اخواتي وحبايبي، ولكن في النهايه انا يهمني بلدي، انا مصلحتي معاهم اداره الدوله. لو اداروا الدوله كويس هنحطهم فوق دماغنا، ما اداروش الدوله كويس معلش فلازم يتنحوا، مش اكتر من كده. سياده المستشار يعني دايما كل فريق الان يقول الشعب يريد كذا، او انا متاكد ان يعني انصاري اكتر من انصار الطرف الثاني، لكن يعني ايه اللي هيحدد يعني الغلبه لمن يعني تحديدا؟ ده ازاي هيظهر؟ في ناس كتير مش مشاركين كمان في الاحداث السياسيه، ناس كتير جدا من الاحزاب المعارضه، او خلي بالك المعارضه بجبهه الانقاذ لا تمثل نفسها فقط، نعم، ولا تمثل الا يعني حضرتك بتقوم بتجيب الاحزاب يعني. هي مجموعتها فقط، بس هم الناس اللي هم تبعهم، انما الشعب حضرتك الشعب المصري محدش يقدر يوقفه، محدش يقدر يجمعه، محدش يقدر يفرقه. حضرتك في بس في مشكله، ولا هم على فكره دعوتهم للحوار ان هم ينزلوا الشعب هينزل، لا 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 الشعب ينزل لوحده، لان حضرتك الشعب دخل بيه خلاص، يعني ناس تعبت، ناس خلاص. وبعدين النهارده اي حد يطلع بره او يطلع في التلفزيونات او حد يقول لك يا اخوانا اهدوا، طب ما اهدوا، طب يا جماعه خلوا الرئيس يعمل خطوه والناس تهدى. يعني انا يعني على سبيل المثال خطوه زي ايه؟ يعني حكومه كامله بكره، حضرتك تغيير حكومه، يعني هو هشام قنديل اصلا كانه مش موجود، مش هي دي الموضوع، يعني تغيير حكومه لا هيجدي ولا هيشفي حد. انا عاوز حضرتك الناس، في ناس تعبانه، ناس جعانه، الحاجه كلها غاليه. حضرتك انت لو انت مصاريفك في البيت شوف هتبقى ازاي، في ناس فقيره مش لاقيه تاكل، في ناس بقت تحت خط الفقر، الناس كلها خير، الدنيا كلها. طيب سياده المستشار اسمح لي، يعني انا شايفه من خلال حوارنا ان يعني استاذ اشرف بيقول تغيير الحكومه، انا شايفه ان حتى احنا كان يعني لو احنا كلنا مختلفين على الوضع الحالي، شايفه ان كل فصيل ليه وجهه نظر. حضرتك بيقول لك تغيير الحكومه، حضرتك قلت له لا مش تغيير الحكومه بس، لان يعني هناك من يريد تغيير الحكومه فقط، هناك من يريد
زيادة الدخول. يعني احنا مش مجتمعين على حاجة واحدة. لا حضرتك انا 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 حضرتك راجل حقوقي يعني جاز استاذ اشرف عشان معني بحزب بعينه فتغيير الحكومة يعني ما حاجة. انا انا بعمل بالشعب المصري، انا بعمل بالفئة الناس اللي مش شعب زي الحكومة او الرئيس بالشعب مش شعب بالناس الناس المطحونة. هو حضرتك حتى لو غيرت الحكومه بنفس السياسه لا بنفس السياسه لا انا ما قلت بنفس السياسه حضرتك هيبقى ايه يعني يعني حضرتك حتى لو غيرت الحكومه بنفس السياسه اللي موجوده ف ملهاش لازمه برضه هيبقى ملهاش لازمه. فحضرتك انا مش معني تغيير حكومه خالص ولا حتى الرئيس يمشي ولا ما يمشيش، انا معني الشعب الغلبان وحتى مش بالطبقه يعني يعني مش بالطبقه المرتفع عشان انا بقول الطبقه المتوسطه او تحت المتوسطه. طيب سياده المستشار اسمح لنا معانا اتصال هاتفي استاذ ابراهيم السيد عضو امانه الاتصال السياسي بحزب الحريه والعداله. استاذ ابراهيم صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم عليك وعلى الضيوف الكرام والساده المشاهدين. صباح الخير. يعني بدايه تعليقكم على المبادره الاخيره من الفريق او عبد الفتاح السيسي وفكره الحوار في اللحظات الاخيره قبل يوم 30 من يونيو. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني دائما ابدا يبقى الحوار هو اللغه الاساسيه للتعامل مع كل اختلافات وجهات النظر ومع كل المشكلات الموجوده على ارض الواقع بين اشقاء الوطن وشركاء المسؤوليه. فلا بديل عن الحوار ودائما تتحمل المؤسسه العسكريه دورها الوطني وهي تدعو الى الحوار من باب هذا المعنى والواجب الوطني وليست بمعنى المشاركه في احياء سياسيه، فقد انحاز الجيش الى دوره الاصيل في حماية الوطن أن يكون درعا حاميا له. تبقى دائما دعوات الحوار تحتاج إلى نوع من التعقل ونوع من الهدوء ونوع من إعلاء الصالح العام. كما أن الواقع بيفرض نفسه والحوار لا بديل عنه إلا العنف والتخريب، فليس هناك طريق ثالث. إما أن نتحاور وأن نتعاون وأن نقدم بكل ما نستطيع من قوة في سبيل دفع عجلة البلد إلى الخروج من المرحلة المؤقتة أو المرحلة الانتقالية التي نعيشها، أو لا قدر الله ما يفعله الآخرون من تخريب وتدمير. كما أنه التألم لأحوال الناس التي يعني كلنا نشعر بها لابد أن يكون الحل واقعي ومنطقي، وهو مزيد من العمل والإنتاج ودفع عجلة الاقتصاد حتى يمكن أن يشعر الناس بالتحسن في الحياة النسبية. ثم أن استكمال بناء مؤسسات الدولة التشريعية أمر ضروري ومهم جدا حتى يمكن أن يرى الناس أثر الاعمال. يعني الناس دلوقتي مش في دماغهم ان مش الناس في دماغهم دلوقتي مجلس الشعب ومجلس الشورى والمجالس كلها. يا سيدي الحديث يا استاذ بس حضرتك انت عاوزين تكملوا بقيه التشريع ان مجلس الشعب هو اللي فاضل لكم، ماشي كده؟ يا جماعه مش كده، يا جماعه الشعب مش لاقي ياكل، يا جماعه سيبك بس من اجابه الانقاذ والناس دي كلها، الشعب مش لاقي ياكل يا جماعه. انا بتكلم عن الناس الفقراء اللي زي حضرتك وحضرتك يا استاذ. الشعب مش لاقي ياكل، مش فقير يعني الشعب مش لاقي ياكل. وبعدين يا ريت نبطل، يا ريت انت قلت كلمه على فكره جميله جدا وعجبتني اللي هي شركاء الوطن دي، يا ريت تعرفوا وتعملوا الكلام ده فعلا ويبقى بس على ارض الواقع ان في شركاء للوطن فعلا. هو ده الموضوع. من الواضح ان حضرتك ترى الامور من زاويه ضيقه جدا. الام الناس وامالهم يجب ان تتحقق على ارض صلبه، واستكمال بناء مؤسسات. يا بيه صلبه ايه يا بيه؟ يا بيه صلبه يا ست يا بيه. اعتقد ان كلمه فاضل لكم دي يعني اعتقد انها تحتاج انها تتحذف من المضبطه. مش مضبطه ولا حاجه، ما تتحذفش ليه؟ فاضل مجلس الشعب بس. لانه هو استكمال بناء مؤسسات دوله هو لكل المصريين، للدوله المصريه، لكل الشعب، حتى يمكن لمجلس الشعب او مجلس النواب القادم ان يشرع قوانين ان تستكمل الدوله بناء مؤسساتها، ان يرى الناس اثرا فاعلا على الارض، ان تاتي حكومه وتجد من يراقبها ومن يحاسبها ومن يوقفها اذا اخطات، ان تاتي حكومه انعكاسا لاراده الشعب الحقيقيه دون محافظه. يا ريح حكومه ايه اللي انا هراقبها بيه؟ اذا كان الحكومه بتاعتكم والمجلس الشورى بتاعكم. ما زلت حضرتك بتقول بتاعتكم وليكم. يا بيه انا بس بتكلم بكلام واقعي يا بيه. المستشار يكمل وحضرتك اتفضل يا استاذ ابراهيم اللي قاعد يتكلم. اوكي اتفضل يا فندم. يا سيدي الكريم، ليس لاحد ان يستاثر بهذه البلد، ليس لاحد أن يختص لنفسه بمصير الشعب. نحن نترك الأمر إلى إرادة الشعب الحرة لتختار من تختار، لتأتي بمن تريد، لتحمل المسؤولية لمن تحب، وأن يكون الشعب الذي هو مصدر السلطات. سيب مرضى لو حتى أبوك. الله يخليك. حتى أبوك. اتفضل. يا سيد المستشار، يا سيد الرئيس، يا حضرة الأخ الكريم. اتفضل كمل يا أستاذ. نرجو إن إحنا نرى الأمور على الواقع وليست على الاختلافات السياسية. الواقع أن مصر دولة عظيمة، دولة كبيرة، وفيها من الإمكانيات ما يؤهلها لأن تكون رائدة وقائدة. لكن هذه المناكفة السياسية
وهذه الخصومات هي التي تعطل مسيرة الوطن. نحن نؤكد حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين وأي حد في مصر، مصر أكبر من الجميع. ولا ده كلام طبيعي طبعا. لا مصر أكبر من الجميع ده كلام مش هزار. كلام مزايدة عليها. وأرجو ألا ألا يعني نتوقف عندها كثيرا. نعم. نتوقف عنده هو أين الأيادي الممدودة؟ أين الأيادي الممدودة لننقذ سفينة الوطن؟ نعم أستاذ إبراهيم السيد، يعني فكرة حضرتك وصلت وكلام حضرتك يحترم، والأساتذة ضيوفنا الكرام في الاستوديو هيعقبوا على كلام حضرتك، وياريت حضرتك تتابعنا برضو. تفضل يا سيادة المستشار. أولا حضرتك الأيادي الممدودة دي كان في أيادي ممدودة كتيرة بس هي بتقطع قبل ما تبقى. أنا على فكرة أنا مش ضد حد يا جماعة، أنا مش ضد حد، وأنا مش من ضد إن أنا أشيل رئيس أو أحط رئيس، وعلى فكرة لا يعنيني ولا يعنيني حتى ده تبع مين ولا أتبع مين، أنا يعنيني الشعب. أنا 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 يعني مهمتي في في في, في بلدي الشعب، واللي يهمني كل الشعب والشعب الفقير. يبدو أن الجماعة بتتكلم كويس جدا وهم لبقين جدا في الكلام، بس انا عاوز فعلا مش عاوز كلام يا جماعه. اشرف بيه مثلا بيقول لك انا عاوز اغير الحكومه، مش فارق دماغ معايا هشام قنديل من عدمه من واحد تاني من اي حد، مش فارق، انا اللي فارق معايا الشعب. بس هو لازم يكون في حل، انما طالما هشام قنديل موجود وفي سياسه بتوصل له او في تعليمات بتوصل له بحاجه معينه، هنفضل هو هشام زي عماد زي اشرف زي اي حد. حضرتك انا 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 اللي يعنيني حضرتك تغيير بص حضرتك النهارده احنا في السياسه في كبير بينزل سياسه، فانا اللي يعنيني حضرتك ان تصدر التعليمات للناس الاصغر بان الشعب يبقى يعني كده. يعني هو انا بس عايز اوضح، انا بس عايز اوضح طيب تعقيب، لكن يعني احنا ليه علشان احنا عندنا وقفه دلوقتي. اول حاجه طبعا من الكلام اللي قاله الاخ المتصل كلام حلو جدا، وكان برضه احنا مش في مصر، وده لغه ما تعود بتكلم على ان احنا مش في بلد خالص، هو مش يعني عفوا، لكن فكره التراشق كلام تؤدي بينا لشيء، فمن وجهه نظرك يعني الحل في هذه المرحله لمحاولات بدايه الاجواء الدوله. بالعكس انا شخصيا لا ادعي لاسقاط الدوله، وتغيير الرئيس مش في صالح مصر، بالعكس تغيير الرئيس معنى ذلك ان احنا كل 3 اشهر بعد كده هنغير الرئيس وتسقط هيبه الدوله، ولكن عايزين الاستجابه الحقيقيه، مش كلام فقط، مش كلام في الحقيقه وفي الواقع وفي الاتصال والاخذ والمشاركه، ده كلام جميل جدا، ولكن فعلا وانا في قلب المطبخ السياسي. يعني يا استاذ اشرف احنا يعني كنا نتمنى ان الحوار بالفعل في خلال هذه الفتره قبل 30 يونيو يكون حوار، ثقافه الحوار، ثقافه الطاقه قدامها جماعه الاخوان المسلمين عم بلغ. لا هو يعني دلوقتي هناك من كلام الاستاذ ابراهيم يعني الحوار مفتوح وممكن يكون هناك استعداد، هناك استعداد للحوار. الحوار كويس، الحوار يعني حضرتك تكون عندك استعداد ان انت هتتنازل عن 50% من طلباتك، وانا نفس الكلام. لكن ايه حوار فايده حوار وانا 100% مقتنع باللي انا بقوله وهو ده وراح اتحاور في ايه؟ لكن يعني في النهايه لابد من يعني تهدئه لهذا الموضوع، محاوله للتهدئه وايجاد نقطه تواصل بين جميع الاطراف. استاذ اشرف الوقت انتهى للاسف، احنا بنبحث عنها 24. استاذ اشرف برومه رئيس حزب مصر الكيانه، شكرا جزيلا ليك. ايضا اشكر سياده المستشار عماد ابو باشا رئيس الجمعيه المصريه العربيه. كلمه في الانسان، انا بناشد الشعب المصري وبناشد الناس، يا ريت نتمتع بالاخلاق، يا ريت ننبذ العنف، يا ريت ما فيش حد يمسك سلاح، يا ريت الناس كلها تبص للمندسين، وخلي بالكم يا جماعه من المندسين، يا ريت ولكن الله يا مصر، وان شاء الله ربنا مصر انا بقول معلش مصريه لان انا ما اعرفش تطبيقاتهم، احنا بنتكلم على السلميه الكامله لكل شعب مصر، سلميه كامله، هنحافظ على الجيش، هنحافظ على الشرطه، هنحافظ على البلد، هنحافظ على منشاتنا، هنحافظ على انفسنا، ونحافظ على مصر في الاول وفي الاخر ان شاء الله. ان شاء الله، لان الشعب المصري ودم الشعب المصري دم غالي قوي. مشاهدينا يعني نسيبكم من هذا الحوار وانتهينا، ونشكر ضيوفنا، ولكن معانا ميعاد مع زميل شهاب شعلان ووقفه اقتصاديه في هذا الصباح. اليك شهاب.